تماما. أول 15 هجمة إيزي، بعد 15 في الأخير أول 15 هجمة إيزي، بس بعد يا ربي بلشنا عمونا لوز على الليل كمان Another wave coming soon. Prepare for an attack from the west. وين اشرف لك يا زلمه
نايس ماشي ما اقدر اوصل ليه نايس يا زلمة تينا اللبلو بس ان شاء الله ما نكب كل امونا روز طا طلع من طلع انا مجنون
لا يا شيخ تهفوني كلها يا الله اقتربت صلاة المغرب والله جاي حلو
طب هم عم يرسمونهم في مكان، ليش كسرهم؟ لا شو كسروا الدنيا مو بس كسروهم، يعني ليش؟ أنا بناية الدنيا شو عم نلعب هنا تقول؟ تعال تكون هنا مستحيل كذا تبني شو بدي اسوي؟ بركين يعني كسرون بالبناء عشان هجر على هذيك. ما بدي اياها مثل ايش عم تكسرون بس بدي اياها مثل ايش عم تكسرون. نوع عندي بس مو غير طاق يا بيي انا علينا من عليه انه حاول يطلع شيء صار شيء ما صار شيء فوق عشان تفاصيل تبع في واحد ورا في واحد
شلون احط 22؟ شلونك باشا؟ انا هذا جوا ذا سيد محمد انت صوت الرين موجود الموضوع لازم يجيبون في الصوت ايش الواحد انا لا تسوي شيء انا الصوت ده كله ثاني تذكرت هذا الوجه أنا ما عندي سيرواي والله اللي تكسر مين تتفضح حاجة يا الله تبعك والله
تطلع من فوق ولا والله العظيم سفرتها. ايش هاي؟ شلون بدنا نهرب مكان الريسبون؟ حطوه مكان يا زلمة يخرب بال حدا. ليش الرسبون هنا؟ يعني هذا سؤالي، ليش رسبون فوق يعني؟ ليش؟ هذا مش رسبون.
المغرب الآن. وينها؟
إذا متخيل إنه يجيك واحد والله ما أنت تجيب لا أكسل دفتك فضوه طيب كم يفرق بالبوه ما يفرق والله ما يفرق نفس المكان والله يا هي جدة لفها بس طبعاً 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 هذا المكان هذا اسمه اسمه شراب اللي كان اسمه شراب
اديني وضع فلون عندك ثلاثة رصاصة مو رفلوز مع الايمن شو الثاني انا عايزك رصاصة سنايبر يا عيني رصاصة أول مرة تضغط طيبر هيدا لاندي صف ماشي شو بحط ماشي تاني طب بي أنا مش نايمة تاني شوفوا ما المهارة لما تفاق تطلق أمور زي تعدي ما راح كده أصلا عشرة مهارة هاي عندي برامج هو رسبون فوق بس ما يسوي رسبون فوق مو يكون هذا الزمان والله العظيم ما يمشي مش كذا بس الرسبون يصير فوق
الكعب بتاعها جاتها تسقط جوز وتسقط في نص الليل. Oh dear, oh. فوق وانا غيرت اليد والله عالي وخيفة على الهاتف هذا التوصيل خلاص الوقت لازم ممكن تمسك هذا لازم عم نصل إلى مطلع بوا هاي من أصعب الأجناب ها ما لك أصعب هلا فبعدها تريح شوي وفربور 50 60 بالله ده قد هاي شخصة بتاعها وينها ما ضبط ما دمرها معي
على بالهم خلينا نقول لا يا شيخ لا 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 بتجوزني بالجوك بتجوزني بالجوك باري كسر طيب ايش لك بالحيط عم تكسر بالله عليك ايش لك بالحيط عم تكسر بالله عليك ايش لك ايوه بلعب مريض يطلعوا من الاطراف ايوه هذا كله لازم الاقلون يعني Another wave coming
بعدين ارجع للضبط وارجع لعندنا بس ليش كله على البي؟ ليش كله على البي؟ كل شوي البي كل شوي البي مرة مرة لقلب مرة مرة لقلب ليش؟ ايش الموارد
بالضبط بس. حمينا ايه يا ربي. خد ايه اكثر شيء والبي. هذول الاثنين يا ربي الصايرة يعني. شيء مو طبيعي. انا اعطيهم يا انه هيك يا معلم مش عارف تبقى هيك ولا مالك هيك بعد ما نقل المقل 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 كثافة يعني كثيرة كثيرة ما يقدر نوقفها ريح شوي يا زلمة هيسام جعل على الله عم بسجل قلنا لك سكر الخراب قلبك بس ان شاء الله ما يسووش سبون فور بس ريحوني هنا الهجمه بس الهجمه بس الهجمه يا شباب والله العظيم بس الهجمه انا بدي اتحرك الهجمه انا بدخل الموقع غلط عندنا الهجمه ركب عندي تصوير سبون
اجيب هذا المنظف الطين. وش نحط فوق بعدين نحط طول بلا عم والله طول بلا خلص معنا وبعرف الجمهور بقول بس استفيد منك النبشينك ساعات يمكن أنا وضعت نقوم بك مباشرة فقط ما ساعات دقيت أنا وضعت والله عندي قرب من هنا انا خشب ما عندي بعد ما عندي خشب بس كل الأمور يعني تمام صارت تمام بالضبط نصلا يا بيي مو يا الله يوفق سلامتك
بعدين الملك قال غير تنشور هي مجانين. أكثر إشي عن كل اللعبة والله العظيم لون يعني بيطلعون ما يا شيخ وقتك هذا الغلط. أنا بدي أفهم هذا ليش عم بيطلع لي شوف مثل جمسة قاعدة بالله عليكم هاي طبعا بالله عليكم هاي اوكي هاي بالله عليك هاي دمر نص الدنيا عم اسوى ليه
شكرا هذا راح كسر روز قهوة يقومون عقلي طب هنا نرجع لهاي يطلعها يا قد ما يصار بها نعمل سوالف زي ما فزنا يعني كل شيء نصلح والله صرف بس نصلح وما عم بلحق يا ريت عم بلحق
لا انت شايف صاير ايه؟ راجب حطب منه قريبين منها يعني دمرت See you.
بس اخفت 10 ثواني. شوف ولا ما شوف 10 ثواني. هذول منين يطلعون؟ هذول مستحيل يلعبون من غير اتجاه. شلون الله ناقصني من غير اتجاه. تعال 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 كله عبارة عن الشرطة دي داي. يكون زي بحون دبح بيت بحون دبح يا مني أبو ماني إيش الغاية منك عم تضرب لي بس بدي أفهم أنا بدي أفهم كهرباء لأني هدول نار أكثر أكثر تسمع بدون ما تطاف لأن هدول نار هوني هون تكسر الروح الكهرباء ما يقدر يطلع النار بتاعهم هنا لا 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 يعني رد بدون ما نفس المكان بدون ما نفس المكان
a break in the action. Another wave coming soon. Prepare for an attack from the east. Thank you.
wave coming soon. Prepare for an attack from the west.
شوية طبعا. يا رب انت
أنا هيك ما بدي أضبطها لأنه عندي هجوم. اوه بسميشة اوه يا رب اثنين واحد تعال تعال هو بدون ضعف يا الله وقتها يا حظ طيب هو بدون ضعف مين والناس مين يا ابن الحلال الله الله بس انت تزيد شوي بس تضل نطلع من هنا امورنا ليزي يعني هلا عبد الله بن دمك مين دمك لك نحن على الحلقة هاي هو بده والله ما عم بفهم انا شيء ايوه أنا مش ميت من فايدة دولة. غير دولة في بعض عجب. Thank you.
والله في اطفال ما عم يشترون مثلا عليهم الطعام ولا بعد ذي شو اسمه يا الله ما ربحت يا شباب ربحت خلينا نشوف ايش الهديه اللي صار لي 3 ايام 3 ايام في الشهر صار لعبه جاهزه يا بيي انا عايز ستون وود هي شلون لو افتح اللام العجيبة دي صار لي يمكن 3 ساعات بس عم بلجي يعني بس عشان اشوف شو بده يطلع لي باللامة هات لك هم عاملين حتى الناسية بالله عليكم انا اقعد 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 اقعد
ساعتين ذهبيات. واحد اثنين ثلاثة أربعة بنفسجي. نايس حلو. هذا سلاح أول مرة أشوفه. والله دول سلاحين يعني حلوات أتركهم للبنات. ثاني هدية لا بأس فيها يعني على استغلال بس والله ضبط. والله ضبط. هذا شو اسمه؟ تمام نيسا نقول لهم خلص الفيديو. نصح لايك والاشتراك. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.